السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة برج بان التعليمية، مرحبا بكم في هذا الفيديو. مجددا، الوزير الوهبي يصف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالادعاءات الخاوية. قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي: إن وجود رجل وامرأة داخل بيت ليس بجريمة. وأضاف مستهزئا بالحديث النبوي: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، قائلا: لحظة وجود رجل وامرأة داخل بيت يقال أن الشيطان ثالثهما، إذا أعطيني لاكارت ناسيونال ديال الشيطان. وزاد وهبي ضمن حوار له مع منبر إسبريس: إذا كان الأمر كذلك لابد للشيطان أن يحضر كشاهد للمحكمة في هذه الواقعة، وهذه ادعاءات خاوية وفق قوله هذا. وقد أثارت خرجة وهبي حسب موقع هويا بريس انتقادات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر عدد من المتابعين مستفزة ومستهزئة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد أحد المتابعين: وهبي يستهزئ بحديث نبوي موجود على منصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف ويعتبره خرافة. وأضاف: هل يعرف وهبي أنه وزير في دولة إسلامية أم لا؟ وأضاف موقع هويا بريس: وما يثير الريبة أكثر التفاعل الكبير لرموز الحركة النسائية بالمغرب مع خرجة وهبي المثيرة ورفعها مجددا مطلب إسقاط التجريم عن الزنا أو ما يسمونه بالجنس الرضائي داخل فضاء خاص، لكونه وفق ادعائهم حق كوني ولا يمثل جريمة.